السلام عليكم، اهلا بيكم ولادنا وحبايبنا في اولى اعدادي. ان شاء الله النهارده هنكمل الجزء اللي كنا اتكلمنا فيه في الدرس الاول في الساينس. هنتكلم في الحلقه دي بقى عن حاجات جديده، هنكمل density اللي كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. هفكركم بس بشويه حاجات كنا خدناها. كنا خدنا تعريف density وقلنا يعني ايه density. قلنا عباره عن it is the mass of 1 cubic centimeter. It is the mass of 1 cubic centimeter of the matter. يعني كتلة حاجة من الماتر دي حجمها 1 cubic centimeter. وقلنا يعني ايه كلمة mass، قلنا it is the amount of matter and. وقلنا يعني ايه كلمة mass، قلنا it is the amount of matter that the object contain. واتكلمنا عن الفوليوم وقلنا ايه هو الفوليوم، قلنا برضو the space that occupied by the object. واتكلمنا عن الحاجات دي بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. وقلنا كمان معلومة صغيرة كده ان الكابر والايرن بيحصل لهم ايه لما بحطهم في ووتر باث، بيحصل لهم sinking in water. انما لما احط الاير والكورك والايس ايه اللي بيحصل لهم؟ بيحصل لهم floating on water. قلنا السبب في sinking او في floating هو difference in density. وقلنا كمان ان كل ماتر ليها fixed value of density، ما بتتغيرش، كل مادة ليها الدنسيتي بتاعتها الثابتة الخاصة بيها. وكنا قلنا كمان القانون بتاع الدنسيتي، قلنا الدنسيتي عبارة عن ايه؟ ماس على فوليوم. هنقسم الماس على الفوليوم. قلنا لو حبينا نجيب الدنسيتي يبقى الام على في، اللي انا بحتاجه بخبيه بايدي يبقى ام على في. طب لو انا محتاج الفوليوم يبقى انا خبيه بايدي الفوليوم يبقى ام على دي. طب انا لو محتاج الماس هخبيها بايدي يتبقى لي الفوليوم تايمز الدي. تمام. وقلنا كمان ان الميجرنج يونت بتاع الدنسيتي هي عباره عن ايه؟ جرام بير كيوبيك سنتيمتر. وكنا حلينا مسائل المره اللي فاتت، يا ريت تراجعوها من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى نكمل ونبتدي مع بعض النهارده الجزء الجديد بتاعنا. النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ عن الريليشن ما بين الفلوتنج او السينكينج اللي بيحصل للماترز بتاعتي لما احطها مثلا في ووتر باث، وعلاقتها بموضوع الدنسيتي. احنا كنا قلنا ان في حاجات بيحصل لها فلوتنج على الميه وفي حاجات بيحصل لها سينكينج جوه الميه، وقلنا ان السبب في كده الدنسيتي. طيب تعالوا نبص كده على الووتر باث اللي قدامنا ده، هنلاقي حاجات حصل لها سينكينج يعني غطت في قلب الميه، زي الميتاليك كوين بتاعتي دي وزي الايرنينيل المسمار بتاعي ده. طيب في حاجات حصل لها فلوتنج عامت على وش الميه، زي ايه؟ زي الوود، زي الايل فود، زي الكور، زي الايس. جرب كده تجيب كوبايه ميه وتحط عليها نقطتين زيت، هتلاقي الزيت طافي على وش الميه. حط عليها مكعب فلين، هتلاقي مكعب الفلين دوت طافي على وش الميه. يبقى ايه اللي بيخلي some matters يحصل لها sinking زي الميتاليك كوين وزي الايرن نيل، و some matters تانية يحصل لها floating زي الاويل وزي الوود؟ احنا قلنا ان الاختلاف ده بيجي نتيجة الدنسيتي، لان عندنا حاجات بيبقى ليها low density بيبقى low density، فبالتالي الحاجات الماترز اللي هي low density دي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها floating. يعني الوود والكورك والاويل الحاجات دي الدنسيتي بتاعتها لو قليله، اقل من الدنسيتي بتاعت الووتر، فبتبتدي تطلع هي فوق وتطفي على وش الميه. وعندنا حاجات تانية كمان هاي دنسيتي زي الميتاليك كوينز وزي الايرن، الدنسيتي بتاعتها بتبقى اعلى من الدنسيتي بتاعت الووتر، وبالتالي بيحصل لها ايه؟ سينكينج داخل الميه. يبقى انا كده عندي الكونكلوجن بتاعي ايه؟ ان الماتيريالز which have higher density, the materials which have higher density than the water sink in the water. زي مين؟ زي الايرن نيل وزي الميتاليك كوين. طيب الحاجات اللي ليها lower density than the water هيحصل لها ايه؟ float، هيحصل لها floating زي الكورك والايه والفود اويل والوود، زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره بتاعتنا. ادي الحاجات اللي طافيه فوق دي كلها الدنسيتي بتاعتها اقل من الدنسيتي بتاعت الووتر، عشان كده طلعت فوق. انما الحاجات اللي تحت higher density than the water، عشان كده حصل لها sinking تحت.
ودي كانت معلومة مهمة. يبقى نيجي لما أقول لك سؤال: give reason a piece of wood float on the water surface while a piece of iron sink in it. ليه حتة الوود دي حصل لها floating وليه حتة الايرن دي حصل لها sinking؟ هو أنا لما أجي أعمل مركب خشب صغيرة، فلوكة صغيرة، مركب صغيرة عايزاها تعوم على وش المية، هعملها من إيه؟ مش أنا بعملها من الخشب عشان يحصل لها floating، ولا أعملها من metallic iron علشان من الميتال أو الايرن عشان تغطس مني وتغرق؟ لا، انا ما باجي اعمل فلوكه صغيره بعمل ايه، او مركب صغيره بعملها من الخشب علشان يحصل لها فلوتنج على سطح الميه. طب ليه انا اخترت الخشب؟ طبعا لان الخشب the density of the wood is smaller than that of the water. density بتاعت الوود اقل بكتير من density بتاعت الووتر، وبالتالي الوود هيطلع فوق. اللي density الخفيف density بتاعته قليله ويبقى خفيف يطلع هو فوق. طيب while the density of iron is larger than that of the water، عشان كده الايرون بيبقى تقيل عن الووتر فبينزل ويغطس تحت. تعالوا نبص هنا كده على الكوبايه اللي قدامي دي. لما بتروح مثلا محل العصير تلاقيه جاي جايب لك عامل لك كوبايه عصير كده فيها كوكتيل، الحته اللي تحت عصير جوافه، وبعد كده الحته اللي فوق عصير فراوله، وبعد كده الحته اللي فوق عصير مانجا مثلا، وتلاقيهم كلهم مفيش ولا واحد داخل في التاني. ليه؟ لأن الدنسيتي بتاعت كل عصير من دول مختلفة. فهتلاقي مثلا عندك هنا، مثلا لو قلنا إن هنا عندي الوايت جريب جوز هتلاقيها تحت هنا، وبعد كده الأورنج جوز في النص، وبعد كده هتلاقي البلو بيري جوز فوق. ليه كل واحدة منهم عملت لها طبقة منفصلة والعصاير دي كلها ما يحصلهاش ميكسنج مع بعض؟ علشان في اختلاف في الدنسيتي. تمام؟ طيب لما أجي أجيب لك تيبل بقى زي ده كده، وأجيب لك بقى إيه ماتيريالز كده مختلفة عشان نشوف ايه، نحسب بتاع الدنسيتي بتاعتها. لو جبت لك مثلا الووتر، جبت لك منه الماس، قلت لك انها 50 جرام والفوليوم بتاعي 50 كيوبيك سنتيمتر، لقينا ان الدنسيتي بتاعتنا 1. يبقى قلنا ان الدنسيتي اصلا بتاعت كل ماتر دي فيكسد فاليو. يبقى انا عرفت كده ان الووتر بتاع، ان الدنسيتي بتاعت الووتر ايا كانت الماس او الفوليوم بتاعتي هتلاقيها 1. طيب لما اجيب الاير، قلت لك الماس بتاعت الاير 31.2 جرام. لما جبت حبه الماس دول لقيت الفوليوم بتاعهم كام؟ لقيته 4 كيوبيك سنتيمتر. لما جيت احسب الدنسيتي بتاعتها هنقسم الماس على الفوليوم هتلاقيها 7.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طيب تعالوا ناخد مثلا الكابر، نحسب الدنسيتي بتاعت الكابر. هنلاقي مثلا لو جبت لك قطعة كابر الماس بتاعتها 22 جرام، هتلاقي إن الحبة دول الفوليوم بتاعهم 2.5 كيوبيك سنتيمتر. طب أجي أجيب الدنسيتي بتاعتهم هقسم الماس على الفوليوم، يدينا كام؟ 8.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. يبقى أنا عرفت إن الدنسيتي بتاعت الكابر 8.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. طب لما اجي اقول لك سؤال بقى، what is meant by the density of water is 1 gram per cubic centimeter؟ هتقول لي this means that the mass of unit volume او the mass of 1 cubic centimeter of water equal 1 gram. طب لما اجي اقول لك what is meant by the density of air equal 7.8 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، هتقول لي this means that the mass of 1 cubic centimeter of iron equal 7.8 جرام. طيب تعالوا بقى نتكلم عن اللايف ابلكيشنز اوف density. انا هستفيد بايه بالdensity دي في حياتي؟ طب انا عرفت ان density مثلا بتاعت الايرن 7.8، استفدت ايه هنا بقى لما عرفت حاجه زي كده؟ لو سألتك مثلا سؤال وقلت لك give reason water is not used in extinguish أو putting off the petrol fire، ليه لما بتحصل عندي حريقة في البحر، تسمعوا عن الحرائق البترولية، لما تبقى مثلا سفينة في البحر محملة بالبترول والبترول ده ينزل يدلق في المية بتاعت البحر تحصل حريقة. طب ازاي بتحصل حريقة في عرض البحر والمية موجودة والمية ما بتطفيهاش؟
الميه بتاعت البحر دي ما بتطفيهاش ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده، ادي البحر اهو قدامنا، وادي بقع البترول اهي واقعه في قلب البحر والحريقه قايمه. ازاي الميه اللي في البحر دي ما بتطفيش الحرائق بتاعت البترول دي؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا، لان البترول اويل ده الدنسيتي بتاعته اقل من الدنسيتي بتاعت الووتر، فيبتدي الاويل دوت يطفي على وش الميه، فتيجي الميه ما تعرفش تطفي الحريقه من فوق، وبالتالي تفضل الحريقه قايمه. Water is not used in extinguishing or putting off the petrol fire because the density of oil is less than the density of water. So the oil will float on the water surface. الاويل هيدن فوق الووتر والحريقه هتفضل موجوده زي ما هي، لان هو ايه الدنسيتي بتاعته اقل من الدنسيتي بتاعت الووتر. انما لو كانت الدنسيتي بتاعته اعلى، كان الاويل دوت هيبتدي ينزل لتحت في قلب الميه، وتبتدي الحريقه تتطفى بالمين وتطفي بالميه. انما اللي بيحصل عندي العكس، تمام؟ طيب ادي اول حاجه استفدت بيها، ان انا ما ينفعش تبقى عندي بتروليوم فاير ابتدي اطفيها بالميه، ما ينفعش، بشوف لها وسيله تانيه بطفي بيها. يبقى انا كده استفدت بالدنسيتي في حياتي في اللايف ابلكيشنز بتاعتي. طب ايه تاني استفدت من الدنسيتي بايه تاني؟ هقول عندي البالون filled with helium or hydrogen carrying the flags. لما يبقى عندي علم او يبقى عندي بالونز زي اللي بنستخدمها في اعياد الميلاد وبنطيرها لفوق، ليه بستخدمه فيها بستخدم فيها الهيدروجين او الهيليوم؟ لان الهيدروجين او الهيليوم الدنسيتي بتاعتهم less than the density of air، وبالتالي لما املى البالونز دي او الفليجز الاعلام بالهيدروجين او بالهيليوم، الدنسيتي بتاعتها بتبقى اقل من الدنسيتي بتاعت الهواء اللي هي هتطير فيه، وبالتالي تبتدي هي كمان يحصل لها فلوتنج، وتبتدي يحصل لها ايه فلاينج لفوق، تطير لفوق، تمام؟ يبقى انا استفدت بيها برضو في الحفلات، عملت بلالين واحتفلت بيها بشكل لطيف. ثالث حاجه، ودي حاجه مهمه جدا 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 في حياتنا، the change of density of matter is used to check the purity of matter as determination of purity of milk. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا لما ابقى عارفه ان الدنسيتي بتاعت اي ماتر ليها fixed value، تمام؟ طيب لما ابتدي اغير واعمل تغيير في الاستراكشر بتاعت الماتر بتاعتي دي، هعرف من الدنسيتي ولا مش هعرف؟ لما زي مثلا ايه، لما يبقى عندي بيور ميلك، انا عارفه ان البيور ميلك له دنسيتي معينه، تمام؟ طيب لما ابتدي اغش اللبن بتاعي دوت وازوده لك شويه ميه مثلا، او ازوده باي حاجه تعمل له غش تجاري تشيتنج، مش المفروض ان انا لما اقيس الدنسيتي بتاعت اللبن بعد ما زودته ميه او زودته باي ماده تانية، المفروض ان انا لو قست الدنسيتي بتاعته هلاقيها مختلفه؟ طبعا هلاقيها مختلفه، لان انا غيرت في التركيب بتاع اللبن بتاعي، زودته ميه، خففته باي حاجه، فهتلاقي الدنسيتي بتاعتي مختلفه. يبقى انا لما ابقى عارفه الدنسيتي الرئيسيه بتاعتي، وعارفه مثلا قلت لك مثلا ان الدنسيتي بتاعت الناتشورال ميلك او البيور ميلك 1.03 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، ده اللبن الطبيعي النظيف 1.03، تمام؟ طب انا عايز اعرف اللبن بتاعي ده مغشوش ولا مش مغشوش. لو مغشوش هلاقي الدنسيتي بتاعته مختلفه، لان هو لو مغشوش انا هبقى ضايفه عليه حاجه، يتقل من الدنسيتي بتاعته يتزود من الدنسيتي بتاعته. طيب يبقى انا اعرف ازاي؟ انا هجيب اللبن بتاعي، انا رحت عند اللبان الفيندور بتاعي الميلك فيندور، ورحت اشتريت منه كيلو لبن، عايزه اعرف اللبن ده مغشوش ولا مش مغشوش. هبتدي اعمل ايه؟ هجيب شويه اللبن بتوعي وهحطهم على السكيل، هقيس الماس بتاعت اللبن بتاعي على السكيل. طيب عرفت الماس بتاعته، همسكه في جراديويتد سلندر واقيس الفوليوم بتاعه، عرفت الفوليوم بتاع الميلك بتاعي. هبتدي من الايكويشن اللي انا واخدها الدنسيتي ايكوال ام على في، ابتدي احسب الدنسيتي اللي هتطلع لي. لو الدنسيتي اللي طلعت لي 1.03 يبقى الميلك بتاعي كده بيور، يبقى الميلك ده بتاعي ده كده نظيف. طيب لو اللبن ده مغشوش بقى، متزود ميه او متزود باي حاجه تانية، هتلاقي الدنسيتي بتاعته يا اما اقل من 1.03 يا اما اكتر من 1.03.
وبالتالي في كلتا الحالتين هعرف ان الملك بتاعي ده impure ومغشوش، لانه متضاف عليه حاجه مغيره من الدنسيتي بتاعته، تمام؟ وده لايف ابلكيشن مهم جدا جدا للدنسيتي في حياتنا. كده احنا خلصنا الدنسيتي. لو في اي حته مش فاهمينها ابعتوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. تعالوا بقى ندخل في الجزء اللي بعده، ناخد حاجه جديده من الفيزيكال بروبرتيز اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ اللي هي الميلتنج بوينت. يعني ايه ميلتنج بوينت؟ ميلتنج يعني ذوبان، انتوا خدتوها قبل كده. طب يعني ايه ميلتنج بوينت؟ ميلتنج بوينت يعني درجة الذوبان. طب يعني ايه الميلتنج بوينت دي معناها ايه؟ هنقول اول حاجة عندي، لو انا جبت مثلا كوكينج بان زي اللي قدامي دي وحطيت فيها مكعبات زبدة وبدأت اشغل النار، هتبتدي تلاحظ ايه؟ هتبتدي تلاحظ ان الباتر بتاعتي دي بدأت يحصل لها ميلتنج. لما توصل الحرارة لدرجة معينة، لو استنيت مثلا 10 ثواني كده وهي على النار، تبتدي يحصل لها ايه؟ يبتدي يحصل لها ميلتنج. يعني ايه؟ يعني بدل ما كانت سوليد كده بدأت تتحول لليكويد زي ما انتوا شايفين. والتجربة دي طبعا انتوا بتعملوها كل يوم في البيت، او ممكن تشوفوا ماما وهي بتعملها. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اجيب مكعب ايس، حاجة ابسط عشان ما تفتحوش النار، اجيب مكعب ايس اطلعه من الفريزر واحطه على طبق كده بره على رخامة المطبخ واشوف، واقف جنبه كده شوية. هتبتدي تلاحظ ايه؟ هتبتدي تلاحظ ان الكيوب بتاع الايس ده بدأ يسيح، يحصل له ميلتنج، تمام؟ طيب يبقى انا عندي حاجات بتقدر يحصل لها ميلتنج بسرعة زي الايس والباتر والواكس، الشمع لما تيجي تولع شمعة تلاقيها بتبتدي تسيح وتنزل نقط كده منها، اتحولت من سوليد لليكويد بسرعة. طب لو انا جبت حتة حديد وقعدت سخنتها شوية، هتلاقي الحديدة دي بيحصل لها ميلتنج بسرعة؟ لا، دي بتاخد وقت طويل جدا جدا، وبتبقى اصلا بيحصل لها ميلتنج في المصانع على درجة حرارة عالية جدا جدا جدا. يبقى الميلتنج بوينت بتاعتها عالية قوي، بتحتاج درجة حرارة عالية جدا لحد ما تبدأ يحصل لها ميلتنج. انما الزبدة مجرد ما حطيتها على النار 5 6 ثواني وبدأت تسيح، يعني الميلتنج بوينت بتاعتها لسه صغيرة، اقل حرارة تبتدي تعمل لها ميلتنج. يبقى انا كده عندي ايه؟ يبقى انا عندي كده ماتيريالز ليها لو ميلتنج بوينت، درجة حرارة، درجة ذوبان قليلة، مجرد ما بحطها على النار بتبدأ تسيح. زي مين؟ زي الباتر والايس والواكس. وعندي حاجات تانية have high melting point، بتاخد حرارة عالية جدا 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 لحد ما تبدأ تسيح. زي ايه؟ زي الميتالز، زي الايرن والالومنيوم والكبر، تمام؟ طيب تعالوا بقى ناخد الديفينيشن بتاع الميلتنج بوينت. ذا ميلتنج بوينت عبارة عن ايه؟ It is the temperature at which matter change from solid to liquid state، اتحولت من السوليد للليكويد ستيت. زي ما انا سيحت مكعب الزبدة كان سوليد بدأ يتحول لليكويد، تمام؟ طيب تعالوا نشوف اكتيفيتي صغيرة كده. احنا هنجيب هنا بيكر ونحط فيه مكعبات تلج ونحطه في ووتر باث هنا كده، ونبتدي نشغل الحرارة تحت وهنحط فيه ترمومتر. هنبتدي نلاحظ امتى؟ اول ما يبتدي المكعبات دي تبتدي تسيح، بعد ما نشغل الفليم ويبتدي النار تشتغل، اول ما المكعبات دي تبتدي تسيح انا هرفع البيكر بتاعي من على النار وابتدي اشوف التمبريتشر اللي انا قريتها كام، اللي بدا يحصل عندها الذوبان او الميلتنج بتاع الايس ده، وهنشوف هعمل ريكورد للتمبريتشر بتاعتي. طيب هنيجي نعمل نفس التجربه، بس بدل ما هنحط ايس هنحط واكس، تمام؟ طيب هتبتدي تلاحظ ايه؟ هتبتدي تلاحظ ان الواكس begins to melt at temperature higher than the ice. هنا الايس اول ما حطيته على النار بدأ يسيح بسرعة، يبقى الميلتنج بوينت بتاعته قليلة، هتلاقي التمبريتشر اللي طلعت لي قليلة. انما لما جيت سيحت الواكس، لا، خدت تمبريتشر اعلى وخدت حرارة اعلى وخدت وقت اعلى لحد ما بدأ يسخن ويحصل له ميلتنج. يبقى الميلتنج بوينت بتاعة الايس differ from الميلتنج بوينت بتاعة الواكس، تمام كده؟ طيب what is meant by the melting point of ice equal zero؟ يعني ايه الميلتنج بوينت بتاعت الايس equal zero؟
يعني الـ ice begin to change into water مجرد ما درجة حرارته توصل زيرو. انتوا عارفين ان درجة حرارة الفريزر مثلا بتبقى minus 18 تحت الصفر. طيب لو انا خرجت الايس بتاعي دوت وحطيته في درجة حرارة زيرو، هتبتدي تلاقي ان الايس بتاعي ده يبتدي يسيح، يحصل له melting لحد ما يتحول لووتر. يبقى this means that the ice begins to change into water at 0 degree centigrade. تمام؟ يبقى أنا استنتجت من كده إيه؟ إن each substance has definite melting point. كل مادة ليها melting point محددة، تبتدي ساعتها تبتدي عندها تتحول من السوليد لمين؟ للليكويد. طيب انا ممكن استفيد بايه بالميلتنج بوينت دي؟ ان انا بميز ما بين اتنين ديفرنت سبستانس عن طريق الميلتنج بوينت. عندي ماده ليها لو ميلتنج بوينت وعندي ماده تانية ليها هاي ميلتنج بوينت، فانا اقدر اميز ما بين دي وما بين التانية عن طريق الميلتنج بوينت. طيب تعالوا نشوف استفدت بايه في حياتي من الميلتنج بوينت. اللايف ابلكيشنز بتاعه الميلتنج بوينت استفدت منها ايه في حياتي؟ أول حاجة لو جيت قلت لك give reason cooking pans are made of aluminium or stainless steel. ليه أنا بعمل الكوكينج بانز أو الكوكينج بوتس الحلل بتاعت المطبخ بتاعتي بعملها من الألومنيوم أو الستانلس ستيل؟ ليه ما بعملهاش من البلاستيك مثلا؟ ليه ما بعملهاش من الكورك الفلين؟ ينفع تعمل حلة بلاستيك وتحطها على النار؟ ينفع تعمل حلة من الفلين وتحطها على النار؟ ما ينفعش طبعا. ليه؟ لان الالومنيوم والستانلس ستيل دول هاف هاي ميلتنج بوينت، يعني لو حطيتهم على النار مش هيسيحوا مني بسرعه، هتستحمل درجه حراره عاليه جدا جدا من غير ما تسيح، من غير ما تتحول لليكويد، وبالتالي الاكل بتاعي هيستوي والحله بتاعتي لسه محافظه على كيانها اللي هو السوليد. تمام؟ انما لو عملت حله من البلاستيك ينفع تحطها على النار؟ ده مجرد ما هتشم النار هتسيح منك وتبهدل الدنيا. ليه؟ لان البلاستيك has low melting point، ما اقدرش استفيد بيه واعمله حله اطبخ فيها، انما الالومنيوم has high melting point. طيب ايه تاني؟ in making alloys، ان انا استخدمه في صناعه السبائك. زي ايه؟ زي السيلفر والجولد which is used in making jewels. اقدر اعمل سبايك ذهب وسبايك سيلفر استخدمها في تشكيل الذهب. ايه تاني؟ النيكل كروم الويز which is used in making heating coils. انا لما اجيب النيكل او الكروم اللي هي الميلتنج بوينت بتاعتها عاليه جدا اقدر استخدمها في ايه؟ استخدمها في الهيتنج كويل، استخدمها في صناعه السخانات، اعملها اقدر اعمل السخانات. طب ايه كمان؟ الستانلس ستيل الويز which is used in making cooking pans. اقدر استخدم الستانلس ستيل في صناعة الكوكينج بان، انما ما اقدرش استخدم البلاستيك in cooking pan. تمام؟ يبقى انا قدرت ان انا اعرف الميلتنج بوينت بتاعت كل مادة، وبالتالي شفت الاستخدام المناسب ليها. يبقى انا كده هي دي اللايف ابلكيشنز بتاعت الميلتنج بوينت. طيب لما اجي اقول لك give reason stainless steel alloys are used in making cooking pots أو cooking pans أو أي حاجة أعملها أعمل لها cooking. ليه بسخن المية في البراد؟ البراد المعمول من stainless steel لما تحب تعمل شاي أو حاجة سخنة بتغلي المية في إيه؟ بتغليها في براد يكون مصنوع من stainless steel أو من الألومنيوم. ينفع أغليها في براد يكون معمول من البلاستيك أو من الإزاز؟ لأ طبعاً. ليه؟ لانه زي don't rust ما بيصديش and they have melting high melting point، وليها melting point عاليه جدا تستحمل الحراره لحد ما الميه بتاعتي تغلي وتتبخر وتعمل كل حاجه هي عايزاها، ويفضل البراد بتاعي محافظ على السوليد ستيت بتاعته مش هيسيح. تمام؟ طيب لو قلت لك give reason تاني iron melt at temperature of 1535 degree. ليه؟ what does it mean؟ ده معناه ايه؟ معناه it means that the solid iron begin to change into liquid، يبتدي يتحول من solid لل liquid
at temperature of 1535 degrees centigrade. يعني الايرون يبتدي يتحول من صورة solid بصورة ليكويد زي ما انتم شايفين لما درجة حرارته توصل الميلتنج بوينت بتاعته توصل لكام؟ 1535 degree. تمام؟ طيب نيجي نتكلم بقى عن حاجة تانية جديدة برضو، رابع حاجة في الفيزيكال بروبرتيز بتاعتي اللي اقدر اميز بيها ما بين ماتر وماتر تانية، اللي هي the boiling point، درجة الغليان. طيب ايه هي البويلينج بوينت؟ البويلينج بوينت دي هي التمبريتشر اللي المادة عندي تبتدي تتحول من الليكويد ستيت للجازيوس ستيت. أبدأ زي مثلا لما تيجي تعمل كوباية شاي، تبتدي تحط المية على النار، تقعد شوية، تاخد وقت شوية لحد ما الحرارة بتاعتها تقعد ترتفع، تعلى تعلى تعلى، ويبتدي المية تغلي وتتبخر كمان، تتحول من الليكويد للجاز، صح كده؟ لو جبت البراد بتاعك وجيت وقفت جنبه وانت بتعمل الشاي هتلاقي ان انت قعدت شوية طويلة، قعدت حبة كتير لحد ما التمبريتشر بتاعتي فضلت تعلى 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 وبدأ الووتر بتاعي يتحول من ليكويد لجاز. يبقى هي دي مجرد ما ابتديت يتحول من ليكويد لجاز هي دي التمبريتشر بتاعتي اللي بقول عندها البويلينج بوينت. يبقى البويلينج بوينت عبارة عن ايه؟ It is the temperature at which the matter changes from liquid into gas state. طب لما اجي اقول لك what is meant by the boiling point of water equal 100 degree، معناها ايه لما اقول لك ان درجة الغليان بتاعت الووتر equal 100 degree؟ هتقول لي this means that the water begins to change from liquid into vapor at 100 degree، يبتدي يتحول من الليكويد للجاز عند 100 degree. طيب what is meant by boiling point of iron is 2868 degree. شايفين البويلينج بوينت بتاعت الايرن قد ايه؟ عاليه جدا جدا، استحاله نوصلها في البيت، دي عايزه مصانع. هتقول لي it means that the iron begins to change from liquid state to gaseous state at 2868 degree. طيب البويلينج بوينت استفدت منها ايه في حياتي؟ ايه اللايف ابليكيشنز بتاعت البويلينج بوينت؟ اول حاجه separation of petrol component or petroleum or the component of crude oil. يعني ايه؟ يعني انا لما اجيب البترول الخام اقدر افصل الكومبوننت بتاعته. البترول الخام ده فيه كومبوننت كتير جدا، تمام؟ اقدر افصلهم عن بعضهم عن طريق البويلنج بوينت. ازاي؟ انا بعمل هيتنج للكرود اويل اللي هو البترول الخام بتاعي هنا، بدخل البترول الخام بتاعي هنا، شايفين الرسمة اللي قدامي دي؟ بدخل البترول الخام هنا ويبتدي يسخن عند في الفرن بتاعي عند درجات حرارة مختلفة. لما تبتدي تسخن كل كومبوننت من الكومبوننت بتاعت الكرود اويل دي ليها بويلنج بوينت معينة، ليها درجة غليان معينة، فانا هحطها في الجهاز ده، كل كومبوننت هيتفصل في الحتة اللي فيها درجة البويلنج بوينت بتاعته. يعني هدخله هنا يسخن، هلاقي هنا مثلا عند درجة 400 الحتة دي درجة الحرارة فيها 400، هلاقي يتفصل فيها ايه؟ البرافين اويل والبرافين واكس والاسفلت. طيب لما يطلع فوق هنا درجة الحرارة عندي 370، مين اللي البويلنج بوينت بتاعتها 370؟ الفيول اويل، هلاقي هنا يتفصل عندي الفيول اويل. طيب عند درجة حرارة 300 البويلنج بوينت هنا عندي 300، مين اللي البويلنج بوينت بتاعته 300؟ الديزل، يبقى هيتفصل عندي هنا الديزل. اطلع فوق البويلنج بوينت بتاعتي هنا 200، مين ال 200 بتاعته البويلنج بوينت بتاعته 200؟ الكيروسين اللي هو الجاز. طيب هطلع فوق هنا هلاقي درجة البويلنج بوينت عندي هنا 150، يتفصل عندي البترول. طيب فوق خالص درجة البويلنج بوينت عندي هنا 20، يطلع عندي مين؟ غاز البيوتان والبروبان. يبقى أنا فصلت كل الكومبوننت بتاعت الكرود اويل كل واحدة في مكانها عن طريق البويلنج بوينت.
اقدر استخدم بقى البارافين واكس ده لوحده، اخده في كونتينر لوحده واستخدمه. اقدر بقى هنا افصل الفيول اويل من المخرج دوت وافصله هنا في كونتينرز لوحدها، اخد الديزل هنا في كونتينر والكيروسين في الكونتينر، وابتدي استخدم كل واحد لوحده. يبقى اللايف ابلكيشن بتاعت البويلنج بوينت separation of petroleum component ليه؟ This is done by heating the crude oil due to difference in boiling point. لأن هم مختلفين كلهم في البويلنج بوينت فبقدر أفصلهم عن بعض. طيب تاني حاجة في البويلنج بوينت الاستخدامات بتاعتها إيه؟ البريشر بانز. البريشر بانز يعني حلة الضغط. ماما بتستخدم حلة الضغط دي إمتى؟ لما تكون عايزة تسوي الأكل بسرعة ومستعجلة وبياخد وقت طويل، فتبتدي تستخدم البريشر بانز دي حلل الضغط، لأنها بتأثر الوقت جدا وبتعلي درجة البويلينج بوينت جدا جدا، فيبتدي الأكل يستوي أسرع. يبقى البريشر بانز they increase the pressure and increase the boiling point، تبتدي تعلي البويلينج بوينت بشكل فظيع. So the food is cooked faster، يبتدي الفود يحصل له كوكينج أسرع بكتير فتوفر عليا الوقت. نيجي نتكلم بقى عن حاجة كمان من الفيزيكال بروبرتيز، ودي آخر حاجة هنتكلم عنها في الفيديو ده، اللي هي هاردنس، درجة الصلابة. أنا عندي السبستانسز بتاعتي بقسمها لثلاث أنواع: soft solid substance يعني مواد صلبة بس بتبقى لينة زي المطاط كده، زي الأساتك، زي الرابر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، بيبقى سوفت في ايدي اقدر اتنيه وافرده هو في ايدي كده في الاوردينري روم تمبريتشر، في درجة حرارة الأوضة العادية. لما تمسك حتة أستك كده أو تمسك الأستيكة بتاعتك مصنوعة من الرابر تلاقيها سوفت في ايدك، ممكن تتنيها وتفردها. هي سوليد اه طبعا مش ليكويد، بس سوفت اقدر اتنيها وايه واشكلها بايدي. طيب عندي نوع تاني اسمه solid substances. solid substances مواد صلبة بس become soft by heating، لو سخنتها جامد تبتدي تتحول لسوفت اقدر اشكلها. زي ايه؟ زي الميتالز المعادن. لما تجيب مثلا بلوك كده من الجولد او السيلفر، دي طبعا solid substance صح؟ لو سخنتها جامد جدا هتبتدي تقدر ان انت تشكلها، تعمل منها خاتم، تعمل منها نيكلس، تعمل منها اي حاجة، حلة، اي حاجة انت عايز تستخدمها تعمل لها شيبينج زي ما انت عايز. يبقى دي solid substance become soft by heating، اقدر اعمل لها شيبينج easily، اقدر اشكلها زي ما انا عايز. تمام؟ زي الميتلز، زي الايرن، الجولد، السيلفر، اي حاجة من الحاجات دي لما سخنها جامد هي solid، بس لما سخنها جامد بتتحول لسوفت، اقدر اشكلها زي ما انا عايز. طيب عندي نوع ثالث، solid substances can't be softened by heating. عندي substance تانية بتبقى solid بس مهما سخنتها ما تتحولش لsoft، ما اقدرش اشكلها، زي الكول والسلفر. الفحم اللي قدامنا ده لو قعدت اسخن فيه اقدر امسكه اشكله واعمل منه معلقة ولا اعمل منه حلة ولا طبق؟ لا طبعا، الكول مهما سخنته بيفضل زي ما هو. يبقى انا عندي solid substances اي ماده solid اقدر اعمل لها classifying according to hardness حسب درجه الصلابه بتاعتها. لايه؟ substance that are soft at ordinary temperature في درجات الحراره العاديه زي الرابر. طيب substance that need heat تحتاج حراره عشان اعمل لها softening عشان اقدر اعمل لها shaping براحتي زي الايرن والميتلز. طيب عندي نوع ثالث، substances can't be softened ما بقدرش احولها لماده soft حتى لو سخنتها، زي الكول والسلفر. ايه هي اللايف ابلكيشنز بتاعت الهاردنس؟ ودي اخر حاجه نتكلم فيها. اول حاجه، اسالك واقول لك give reason. the screwdrivers are made of steel iron. ليه المفك بتاعي لما باجي استخدمه ما بصنعوش مثلا من البلاستيك، ما بصنعوش من السيليكون، ما بصنعهوش من الكورك؟ ينفع ان انا اعمل مفك من البلاستيك؟ لا طبعا. because the screwdriver which is made of steel او الاير is very hard، بحتاجه
جامد، ما يكونش طري او لين في ايدي، انا محتاجاه يكون hard. طيب تاني application: the building houses made of iron not copper. ليه بعمل الكباري او البيوت بعملها من الحديد ما بعملهاش من الكبر؟ ليه؟ لان الايرن is more harder than copper. The iron is harder than copper. اكثر صلابة من الكبر، من النحاس. يبقى اعمل بيت متين وقوي من الايرن ولا اعمل بيت من النحاس يبقى درجة الهاردنس بتاعته نص نص، ما يبقاش ماسك نفسه قوي والبيت يقع عليا؟ لا طبعا اعمله من الايرن، عشان بتبقى درجة الهاردنس بتاعته والصلابة بتاعته اكبر بكتير من الكبر. وبكده نكون خلصنا الليسون بتاع النهاردة. اتمنى يكون عجبكم الشرح، وتابعونا في الحلقات الجاية.